السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو كمان جزء ثاني من المقلب اللي سويناه بالسكواد. اول مقلب كان بول ضحيتين زادا كيلر وسنايبر، وهذا المقلب كمان الضحيتين الاخرين اللي هو شيار وراندي. هذول الجوز اللي الوحيدين اللي ما عصبوا واخذوا الجيم شوي، شو اسمه، الموضوع شوي بالرواق. فاتمنى انه يعجبكم الفيديو. طبعا ما صورنا جيم معهم ونحن عم نلعب، فكنا باللوبي واقفين وعم نحكي معهم. فان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، واذا ما عجبك حطوا لنا لايك كومنت حلو على ذوقك. وبدايه هذا الفيديو حابب اقول لكم انه راح احط لكم رابط كم قناه بالصندوق الوصف، بتمنى تروحوا لعندهم وتشتركوا عندهم بالقنوات. راح احط لكم الروابط، وهن حاطين جوائز انه راح تبع شو اسمه 2400 شده، وما بعرف شلون 770 شده لكل شخص يروح ويشترك عنده. فلحقوا حالكم لحتى تكونوا من الفائزين شدات، انه السيزون اجى واكيد هذا الشد لازمكم شدات. فروحوا لعنده واشتركوا عندهم بالقناه لحتى يعطيكم الشدات وتحسنوا تفتحوا سيزون، لانه سيزون اليوم او بكره راح يفتح ولازم تفتحوا السيزون انتو. فلحقوا حالكم وروحوا لعندهم اشتركوا، قولوا الجيش قهرمان وصل وسلموا لي عليهم. واللي ما بيعرف كيف يروح على صندوق الوصف، راح احط لكم كمان مقطع فيديو كيف تروح على صندوق الوصف وتلاقي الروابط هنيك. وهلا بترككم على الفيديو، مشاهده ممتعة، والسلام عليكم. شوفكم فيديو جديد. شو وين الافندي؟ انت جاهز؟ ايه انا مجهز، مشغل التصوير وكل شيء. تمام. اسمعني هلا، مو مشان اسكر صوتي يكون سامعك. اوكي انا سامعك كثير منيح، بس خليني شوي بالعربي لانه معنا بنت مش هتفهم فاهم علينا. اوكي الله معك، بس المشكله انه هون انه البنت ما تفتح صوتها. يا واطي ليش انا بنت؟ شو علي ما بتحكي اذا الصوت ما بيفتح المايك، بس بتحكي كتابه. لا راندي، من شوي سمعت شفتني انا وقهرمان عم نتخانق، ما؟ ايه اسمع، كذا مرة عم قال له، كذا مرة قلت له انه انا تعرفني شي؟ ايه هي تعرف سكواد بالكامل. هي شوف، هي صاير لها اسبوع عم تحكي معي. ايه وبدها سكواد، هي كمان يوتيوبرية. ايه بدها سكواد. بدها سكواد، فهمت شلون؟ ايه لا هي بدها يعني انا وانت والشباب، فهمت شلون؟ السنايبر وهي يعني جماعه كلهم، جماعه قهرمان، بدها جماعه قهرمان. انه حكت معي، شفت انه انا شو قلت له من شوي، ما قلت له انه هو بس مفكر هو لحاله لاعب ما بعرف شو. عم بيقول بس انزل انه كلياتكم بتموت. اها يعني صار عنده اناني كثير هو. معك حق، انا اناني يا واطي. شو علي يا واطي؟ والله لا اذبحك، ما بعرف. وهي البنت يعني عندي ناس دبر لها ناس اقوياء يعني اقوى منها بكثير يعني. يا واطي عندك ناس اقوياء، ليش ما تجيبوا ناس اقوياء؟ ليش بدك تاخذ تيم يعني كلهم كونكادات؟ شوف حكت معني وقال بدها سكواد، فهمت شلون؟ قلت له انا ما بدي، ما في يعني اول شيء قلت له انه ماني فاضي على هاي الحكي. ايه قلت له انا ماني فاضي على هالحكي وهاي الشغلات. بعد ما سوى هيك قهرمان فيني، انا ما نحن مفكر فيها. انت شو رايك نروح على السكواد يعني ولا لا؟ لا انا يعني نحسب مثل غدر انه نغدر في قهرمان ونتركه يعني، مو مسألة لا مصاري ولا شغلة ولا عمل. انا قهرمان اول ما قال لي تعال فوت على السكواد، يعني قبل ما يقل يفوت على السكواد انا عم تابعه من زمان، من لما كان 1000 متابع مشترك. يعني انا حبيت هذا الشخص. لا قهرمان اناني بلكي اناني لك له، بس مو لي قهرمان يعني. انا بحبه، حبيت هذا الشخص، حبيت لعبه، حبيت يعني انا بريد هذا الشخص يعني يتوفق بشغله، عرفت شلون؟ باليوتيوب. انا ما بدي اي توفيق، بس هو شوف انا صار بيني وبين انت بشوف انا صار بيني وبينه مشاكل كثير، فهمت شلون؟ وما بعرف اغير اسمي وغير ما بشوف بعض المشاكل يعني قدامي عم تصير.
تفتح صوتك الشير، افتح صوتك انت كمان، افتح هذا الشيار، افتح هذا صوتك. هو كيفك؟ السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام. كيفك شير؟ والله تمام الحمد لله، انت كيفك؟ والله والله الحمد الحمد لله لله تمام. شير. اجيت اجيت والله شابك. كنا عم نحكي شو اسمه، انا ابو رمان تخانقنا وراح اترك السكوت، تيجوا معي ولا لا؟ وانت تركت السكواد، شو بدك من القهرمان والسكواد؟ ما انا اتخانقت مع ناحيتي القهرمان. يعني شوف هي هي هاي شوف فطوم، هاي فطوم هي شوف هاي فطوم كمان يوتيوبر، هي حكت معي واتفقنا انا وياها، هي اتفقت معي انه انا انضم للسكواد والسكواد كامل، يعني شحن السيزون على كل سيزون بيشحن 200 دولار للسكواد. لا لا سلامة، بس مصاري لو تعطيني 1000 دولار 2000 دولار هلا يعني مين ما قال لي تعال سكواد يعني لا من ناحيتي لا. انت شلون مو وسط مصاري؟ لا لا مو وسط مصاري، انتوا بتعرفوا انه انا بعد شدد للمتابعين وللسكواد ولكل الشباب اللي موجودين معنا، انتوا بتعرفوا هذا الشيء، يعني ما في داعي احكوا، يعني اخبركم لكم هيك ولا هيك، ما في داعي. فانا اتخانقت وياه، هو كذا مره عمل يعني مثلي عم العب مع قهرمان مو قهرمان يعني فاشل. ما بيعطيني ولا بيعطيني، لا قهرمان فاشل ما بعرف انت بالنسبه لك فاشل، بس بالنسبه لي قمه قهرمان يعني مثل لي عرفت شلون؟ كفو واذا بدي كفو كفو اذا بدي اغير السكواد لو تدفعي لي باليوم 2000 2000 شده ما بترك قهرمان. لا لا مستحيل اترك قهرمان، والله بجوز انا اترك قهرمان ما بعرف. انت حر بحالك. شو صاير لكم شباب؟ ما بعرف يا انا اتخانقت مع قهرمان بدي اغير السكواد حقه. تيجوا معي انت، تيجي معي الشر ولا لا؟ لك ها الشر ما اعرف شو اسوي. ايوه يا شيار، انه انا شوف من يعني هو لما انا رحت معه وحبيته وحسبته مثل اخي وهاي الشغلات، بس ما بعرف يا زلمه صار له فتره هيك اناني كثير، اناني كثير ما بعرف. لا مستحيل يترك لو يصير. هلا بجد عم تاكل؟ طيب صاير فترة ما قبل شوي كنا نحكي صوت الصورة تخانق. شوف الطومة. طيب انا بعطيهم، ما بدي شدات يا اخي. لا ما وصل القناة اليوتيوب عادي، يعني عندك قناة اذا بدك ننشر لك قناتك. لا عندهم مشتركين. لا مو سألت عني، عم بقول لك انا قهرماني انا حبيته، شلون بدي العب يعني مع احترام لك شلون راح العب مع الشخص لا بعرفه ولا بحبه ولا عم تابعه يعني لا ما حبيت شخص فاشل واناني. ايه عادي انا بالنسبة لك فاشل، بس بالنسبة لي عم بقول لك ناجح قهرمان مثلي لهذا. لا مو اناني قهرمان، خلي اكثر فاشل، من انا قلبه. احب الفاشل. ايوه هو شاب. ما هو قصة اناني اناني، يعني قصة اناني اناني، لا انا هو عنده اناني، هو يعني لما بنلعب معه ما بعرف شو عم يصير معه، اي هذا شيار يعني جديد بس هلا شيار من عندنا من ترباسيا من نفس البلدة اللي ساكن فيها. بعتذر كثير يا فاطمة بس ما بقدر. لا ما بقدر. وانا اذا اروح على سكواد فاطمة، شوف اذا اروح على سكواد فاطمة مش عن شدات ومش عن هاي بعرف حكي ومش لك عن ما مصاري ومش عن شيء. ما انا كنت وياه شفت ايش حكيت معه، قلت له هيك هيك مع هيك، قال انه لي ما وانت صايب روح كثير وما بعرف شو متعرفين على بعض انا وانت، بس يعني الانسان مبين من 10 يومين. ولك انت شفت، انت شفتني على شفت الواتساب، كنا مقارنة اجتماعية، كنا مجموعة يعني وبنحكي، اسأل لي بقليل اشياء. لا انا كمان لا شير افتح صوتك شير. لك صار لي ساعة بقول لك قهرمان مستحيل بتركه تحت أي ظرف. طيب تعال عندي أنا بنت. بضحك شيار عم يضحك. ليش عم تضحك؟ شو كيف شو أحكي لكم لحتى يكسفسكم والله ما تتعصب؟ أعرف. تلعبوا ولا لا؟
ما بعرف، تحكي معك شيار. شيار يعني إذا أنت بدك تروح، أنا عم بحكي عن نفسي يعني، عرفت شلون؟ وين أروح يا أخي؟ أنت تعرف أنا حكيت اللي عندي، أكتر من هيك ما بدي أحكي. وكابوس يعني أنت تروح على سكواد تاني، يعني رح نبقى أصدقاء، ويعني ما رح نمسك، عرفت شلون؟ ما اصلا انه انت تسعن ولا لك على الصبح. انا اشوف انا مليت منه انانيته، هاي شغلات ودروبات وعلى كل شيء، يعني صار اناني كثير، اناني كثير، انت شلون؟ هو انت راندي، شوف انت كمان صرت تقريبا مثله، انت كمان و مين صرت مثله؟ شلون؟ لا بس تحكي، يعني صرت مثل انت. انا شوف انا لك شوف اقول لك تتذكر أنا لما قهرمان انت تتذكر انت تتذكر انت تتذكر لما جبتك على السكوات، انا اللي جبتك على السكوات، تتذكر؟ شو كذاب، انا اللي قلت لك، انا اعرف انا اللي قهرمان جبتك. شوف انا اللي جبتك، مثلا انت بتعرف قهرمان، انت بتعرف قهرمان ما بقول لك لا، بس انا اللي جبتك تعال على والله ما سكوات قهرمان، تندم. انا اللي سويتك مع سكواد حبيبي قهرمان، قبل ما تتذكر هذا الشيء؟ شوف انا اللي سويتك مع سكواد قهرمان، انت اللي تواصلت معي وقلت لي هيك هيك هيك، قلت لك تمام لعيونك ابشر خلاص انا موجود وراح اسوي لك امورك وزبط امورك، تمام؟ تتذكر الحكي انت؟ لا هاي مقاردة المعروف بس يعني تمام، بس انه اصب عملت معي شوف. معروف، شوف كابوس، شوف عملت معي معروف، حطيتني بالسكواد وتعرفني على قهرمان، بس انه تمشيني على كيفك وتحطني بالسكواد تاني وتاخذني، ما حبيتها منك هاي. مو انه قصد حب شو اسمه حبيته ولا ما حبيت اراد، بس انه اصول اصول، فهمت شلون؟ بس اذا انا خانات معه، مو انه بقول لك انه اللي جبتهم باخذهم، لا انا شوف انا اللي انت ما باخذهم معي، كلامك هيك انه انا جبتك على السكواد ومو مني ما كنت تتعرف على قهرمان. ايه ما حدا بيفهم منك شيء يا زلمه. لو ما كان مشكلة راندي انه هادي ما بيعصب، انه هذا مشكلته ما بيعصب. لك عصب يا زلمه، بدي اشوف الرياكشن، اعطيه خوازيق لكابوس. قد ما حكيت معه هو ما كان عم يرد عليك ولا كان عم يجاوبك ولا شيء، انا اللي كنت عم جاوبك، انا اللي شوف انا اللي نزلت رقمي وانا اللي سويت رقمي بالشو اسمه بالتعليقات، واللي عم يتواصل معي عم بحكي معه، ما يعني ما مسوي حالي اناني مثل غيري، انا ماني اناني. فانت بعرف مثل اناني، انت كمان صاير مثل اناني، انت شلون؟ الشخص الاناني هو اناني، انت صاير مثله بدك صراحه. انت وشيار، الشيار عم تسمعني؟ شيار مو معنا بالموضوع خالص. ايه اسمعك قهرمان اناني وفاش. شوف شلون انا وياك تعرفنا على بعض؟ كابوس، بدي اقول لك شيء، يكفي تقنعنا انه نترك قهرمان، انت معصب منه، كفو، انت مليت منه، بس نحن وحش بلش يعصب. والله ما ترك قهرمان لو شو ما صار. يا وحش، ما انا كمان انا اللي جبتك، انا اللي خليتك تغير اسمك انت كمان. قهرمان اناني 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 لك، لا هو قهرمان بالنسبه لي مو قهرمان، بالنسبه لي قدوه، قدوه عشان تعرفوا، يعني هو صار قدوه عندك، يعني هو صار قدوه. ايه صار قدوه عندي، بس بلكي عندك، ما بتحسبه بشيء، بس انا عندي قدوه. ايوه يعني كم مره بدي اعيد كلامي؟ قهرمان مثل الاعلى. ايه اكثر من هيك ما بدي احكي شيء، خلاص. لا لا خلاص، لا بقى تقنعني كابوس، فاشل. انا قلت انه ما بترك قهرمان لو شو ما صار. يا تحكي لنا، انت ما بتعرف شيء، انا بفهم عليه من كلمه واحده وبس. شوف قول لصديقتك فاطمه خلي لا تطلع عن الفاشل، اوكي؟ هاي الحقيقه، يعني هلا يعني ما بدكم تجوا معي؟ ها؟ لا صار لك ساعه تقنعنا انه نجي معك، لا ما بدنا نجي معك، اما هي هاي حقيقة، حقيقة عندك، تمام. نعم بحب الكذب، حابب. انت فاشلة ها،
لا تعصبيني زيادة أكثر من هيك. كابوس قول لصديقته خليه والله تحترم أنا حدوده. ما في هرمان. شو طلع هذاك ولا شو؟ إذا بدك تروح الله معك، مرات أخيرة. ونحن ما بدنا نكون من سكوادك، نحن بدنا نكون سكواد قهرمان. خاصة أنت يا رون. خليه سكواد قهرمان، إيه روح مبروك عليك قهرمان، روح. ما يعني الله شفت يبارك فيك. الحق مو عليك، الحق اللي علي انه انا جبتك على السكواد، انت شلون؟ الحق مو عليك، الحق علي انا جبتك على السكواد، تمام؟ انت اسكت، خليك ساكت هلا. شيار خليني ساكت معك، أنا اصرف معك مع لهون راندي كابوس. مثل راندي، حكى لي مثل انت صاير كمان مثل راندي يعني. يا وحش يا راندي، يا يعني وحش. حكيك مثل حكي راندي يعني مع هذا الشخص اللي انا فيه، ايوه يعني مع هذا الشخص الأناني. بدك تضل مع الشخص الأناني أنت كمان، ما؟ ايه انا بحب انانيته، انانيته بتعجبني. يا وحش. وانت شير شلون انت كمان انا بتحبه؟ ايه، وفشله عندي اكبر نجاح. يا وحش. اوكي يا عيني يا عيني، فشلوا. تمام، قل لي شي يقنعني تمام. ضل معه. ما بحتاج انه اقنعك، اوكي تمام. اوكي. ما بدي اقنعك، ايه بدي ضل معه. منافق، ما اتركك منه هلا، اتركك منه، اتركك منه، هذا شلطة فاضية. ما بدي اجي معك، اوكي. انت وكابوس مبروكين على بعض. لكن اتركك منه، هذول فاشلين بده يضلوا مع الانسان الفاشل. عادي، نحن فاشلين بدنا نضل مع الانسان الفاشل، اوكي؟ هو فاشل بالاساس، فاشل هو. بدنا نشوف نجاحكم، بدنا نشوف نجاحكم، اوكي؟ تمام؟ راح تشوف نجاحنا ان شاء الله. لولا كابوس قهرمان ما يسوى شيء. لولا خلص، خلي كابوس يطلع، بدنا نشوف، وبدنا نشوف مين يضل مثل ما هو ولا بده. راح تشوف النجاح يا حبيبي. ايه بس ما شفنا نجاحكم، بدك تشوف نجاحنا كمان. هذا اللي عم تقول انه راح تنجح معه، لسه قناته 22000، راح يضل هيك. خليها تصير 20000 كمان، خليه يرجع لل 15000. انا ما راح اترك قهرمان، خلي هاي قاعده براسك، اوكي؟ انت مثلك، كنت الشارع ومثله ضر هيك. ايه نحن فاشلين وبدنا نضل مع الفاشل. منوب مين انت حتى تقولي لي ما تعصب؟ مين انت؟ اي حق تقولي لي ما تعصب؟ وكابوس بيعرف حياتي، ما رفعت صوتي على واحد حتى هون، وبكفي. انت قائد سكواد، قائد سكواد تبعك، بس مو قائد سكواد تبعي، اوكي؟ اي والله. انت راح تكون بسكوادي. هاي قائدتك، شوف فلما تقول انا قائد السكواد يعني بتمتلكك هاي. شلون راح اكون بسكوادك؟ ما بدي سكوادك يا اخي، ما بدي يكون سكوادك. ايه هي قاتل سكواد، روح معه، روح معه، روح. ايه شوف النجاح تبعنا كمان، بس طولوا بالكم علينا. ايه مبروك عليك النجاح. استغفر الله، والله انا راح اطلع، خلاص بكفي اكثر من هيك. وين تطلع يا لانه زلمه؟ بدي اغلط، خلاص بكفي. شو تغلط؟ شو تغلط؟ بس بدي افهم شو تغلط؟ لك بأي حق عم تقولي لي لا ترفع صوتك؟ بأي حق؟ قائدة سكواد لك. شوف دي شوف كتير. انا رايح ورايح، مبروك عليك. الله يبارك فيك، ما توقعتك هيك يا كابوس. انا ماني هيك، مين قال لك انه انا هيك؟ بس هو انانيته. شوف كنا عم نحكي شوي، عم نتناقش، شفت شو قال؟ ما قال لي روح انقلع، روح. ما شفت انت استفزيته كثير لهيك طلع. بس قهرمان 5 دقائق، 5 دقائق احكي معه راح ينسى كل شيء. يا وحش. عم قلنا قهرمان بعت له 1000 رسالة. انا بعت له 1000 رسالة بعد ما سكرت المقاس. هلا معصب. ايه هذا خناقة ساعة، استنى يوم يومين ساعة. ما بيعرف ايه، بيعرفك ايه شخص حتى يقول لك انقلع. تتركه والله
اي ما انا يشوف شوف اقول لك خليه يشوف انا اللي حاله. سويت له سكواد، انا اللي سويت له سكواد. مين سوى له ايه سكواد؟ ها انت سويت له سكواد وهي عم انا تخونه؟ اللي سويت عم السكواد، تخونه؟ انا اللي سويت له سكواد. ما فهمته. لا ما فهمته. لا بلي عم تخونه، هاي خيانه. لا مو خيانه هاي، بلي هاي خيانه. لا مو خيانه حبيبي. مين قال لك خيانه؟ ها مين قال لك خيانه؟ شو حبايب ولا متزوجين؟ لحتى انا حتى ليش لخونه يعني؟ تسمي مثلا ليش لخونه؟ بس بدي افهم. ها خيانة. لو كنت خنت كنت خنت مرة ما كنت سويت له شوف سكواد، حبايب ولا ما ايش؟ سويت له الشباب، ما جبت له شو حبايب ولا متزوجي؟ ما فهمت منك. انا ما بشغلكم بدي افهم معي. اصلا. هلا هاي يوتيوبر وقاعدة سكواد ما بدنا شهرة، مبارك احنا مو مشان ومسوي الشهرة في السماء قارمة. اوكي لكم شان شو؟ لا ما بدنا نصير مشهورين، بدنا نضل نحن مثل ما كنا من قبل. اوكي بدك تقنعني انا دخلت ما على انه بحبه. دخلت مصلحة؟ اوكي تمام، انا بحبه مو مشان شيء. عم تقولي لي شدات وبدي اعطيه كون. انا اتفقت مع كل سيزون يعطينا 3 دولار. لو بتعطيني بالاسبوع 20,000 دولار ما راح بيع يا حالي وحش، مشان مصاري. اوكي هاي يا صار وحش. اسمها خيانه مشان المصاري كابوس. عم تقول لي مو مشان المصاري وانت بتعرفني. اتفاق، هي اتفقت معنا. انا اتفقت اتفقوا على كيفكم، بس شيلوني من الاتفاق تبعكم. انسوني، انسوا واحد كان اسمه راندي. وقلت لك قبل ما تقول لي تعال على السكواد، قلت لك تروح معه على السكواد، بدي ضل صديقك وبدي العب معك. بس هلا اذا تروح تمشي من هون، لا انا ولا انت. اوكي تمام، وصلت هالحد كابوس. وصلت الفكرة يعني. انت انا اللي سويتك وانا جبتك وبعد من لا انت ما سويتني. اذا ما فرد كنت مرة خبير قهرمان. الا قهرمان كان شي يوم تيرد علي بالتعليقات. ايه لكن كان راح يرد عليك، كان عم يرد عليك، ما اني كان عم يرد عليك. انت اللي سويتني ما هيك؟ انا اللي سويتك يا. وانا اللي ايه جبتك، انت انا اللي قلت لك غير ما حدا اسلوبك يعني. يسويني، عرفت شلون؟ سكواد انا اللي قلت لك لا لا ما انت قلت لي. قهرمان كان معك، قهرمان قال لي انا خبرته خليه يجي على السكواد. لا بقى تكذب كابوس، لا تكذب، لا تكذب. انا اللي قلت لا لك قهرمان شو كذاب يا كابوس، شو كذاب، راح يجيبه على السكواد شو كذاب. وبعرفه وهو اعز رفقاتي وكذبت عليه. فهمت شلون؟ كذبت عليه، قلت له هذا من اعز رفقاتي. ليش كذبت عليه؟ ما كنت تكذب كذبت عليه. عليه؟ ما قلت لك كذب شيء؟ ما كذبت عليه. شوف انا كذبت عليه على شيء واحد اصلا. ما كنت تعرفني انت، انت ما كنت تعرف شلون بتكذب على صديقك عشان تحط واحد بالسكواد لا بتعرفه ولا بيعرفك. اه يا وحش، اه يا وحش. كنت معي كذا مره وشفت حقك حلو، مشان هيك جبتك مو مشان شيء. اه يا وحش يا راندي، وحش. سمعت بس انت ما بتستاهل على ما اظن، ما بتستاهل. احكي شي شيار والله راسي راح ينفجر، ما بقى استوعب شي. والله ما عندي شيء احكيه. يا صاير اطرش بالزفه، هو كمان صاير معه يعني مثله، مثله مثل الثاني. انا رحت لك خاص بكفي لانه باي. يلا لازم شي، لوين 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 بدي اطلع خلاص. انسى واحد كان اسمه راندي. اوكي انسى واحد كان اسمه راندي. انسى واحد اسمه كان اسمه راندي. يعني بالاساس انا ناسيك. مين قال لك انه انا؟ لانه انت اجي انا واحد يجيبك ماني حاط مني عليك. تمام ماني حاط مني عليك، بس انت لا هاي مو مني، لا هاي كلها مو مني. عم تقول لي انا اللي سويتك، انا اللي جبت، ايه انا اللي جبتك، ايه انت اللي جبتني، وهاي مو مني. عم تحكي لي ما مني، هاي ما مني قلت لك اياها، بس انا اللي جبتك. فهمت شلون؟ يعني واحد يجيب الثاني. ها ليه بضل مع ايه؟ خليك ضل معه، ضل معه مع حبيب قلبك، ضل معه. بدي ضل معه وما بدي اتركه باي ظرف. ضل 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 معه تمام. بوقف معه مع ابن بلدي هلا. ايمت بدي اوقف معه؟ ايه افتح صوت واحكي. ضل مع حبيب قلبك وهذا
خليك معه ايه خليك معه اوكي ايه بدي تضل معه بدك تشوف شوف اخرتك واخرتهم اها ايه مثل اخرتك معه ايه راح تكون اخرتكم كلها ان شاء الله كل واحد راح يكون محل باي فهمت شلون افتح صوتك في... ما لا ما بتقدر تفتح صوتها لانه لانه شو هي بالاساس ما راح تفتح صوتها بس هيك هيك عم تستفزك شيار راح تلعب ولا لا لا شو العب شلون لانه شو لانه شو مين انت ايه انت كنت عم تحكي كمل راندي كمل لانه شو ليش بدك اكثر من هيك ما بدي احكي شيء ولا زاد ولا زياده عن حرف عنا حرف هات هات فاطمة افتح صوتك افتح صوتك احكي مع الشباب واقنعيهم انه يجوا على سكوادك ما فكري صوت فاطمة لا لا افتحي صوتك لا افتحي صوتك بس احكي كلمة خليها تحكي خليها تحكي خليها تقنعنا شو احكي لا لا قهرمان يا ملعون والله شيار فورا قهرمان ترنازل يا رجال بدار رجال لو علقوا براسه فانوس ايش ايه كان تسوي فينا؟ اي بالله مقلب انت لسه ما دريت شو عملنا بسنايبر ومحمد لا هو هذوليك لا انا والله ما حبيت اغلط ان شاء الله انه يعني معنا يعني تعرف حياتك ما غلطت على حدا ايه وثاني شيء ثاني شيء تاكله غيره والمقلب الخناقه بيني وبين كابوس على الموبايل كمان كانت اللي شو اسمه والله اللي اسمه الله راح نرد لك اياها كابوس كابوس خناقتي وخناقة كابوس كانت مقلب كمان كنا عم نحكي مع بعض رسائل كابوس وين رحت؟ جي شباب جي شباب لا والله شباب ما عصبوا هذوليك جننوا يا زلمه خربوا الدنيا لا شوف لو اذا راندي كان بده يعلي صوته هيك طلع من قلبه بس شو هو خايف من ابوه لا لا راندي له ميزه خاصه انه ما بيعصب ما عنده حتى احيانا لما بنعصب بالجيم بيضله هادي حتى بالجيم احيانا بعصب بيضله هادي والله كفو يا شباب كفو عاشت ايدكم شيار وراندي حبيبي شباب تحياتي شيار اصلا ما كان بالموضوع يا زلمه بيحكي كلمه وبيروح بيقول ما بترك قهرمان وبيروح كان مظلوم فقت من الصدمه ولا لا لسه شيار هيك كنت بدي اوطي صوتي اكثر لا لا والله يعني شكله لساته بالصدمه شيار سمعت كل شيء يعني لا يلا كفو شباب راح ندخل على الايميل الثاني لانه نلعب لانه هذا الايميل مؤلي راح ندخل على الايميل الثاني يلا سكر الصوت طفيت الكاميرا نبلش شوي كمان ده يلا راح سكر يلا